السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوار بولكارس يمكن مش بالجمال زي مثلا أدوار حد زي تال اللي هو نفسه قال لك إن أحسن حد تدرس أدواره هو بولكارس، ولكن تتعلم منها كتير في شطرنج. يعني تتعلم منها إن أنت الموضوع مش بالجمال، الموضوع إيه، وضع خطة مكسب عند حدوث تفوق. شوف زي اللي إحنا شايفينه مرحلة الأوبننج، مش مطلوب منك أكتر من أنت تبقى محافظ فيها على الدنيا بتاعتك، ما تحققش عليك مكسب فيها، حقق انتشار كويس. الدور ده بيلعب هو في حد اسمه بريفير جريفس او حاجه زي كده، يمكن اسمه مش معروف شويه، ولكن هو برضو كان عند ماستر الماني، خد كذا مسابقه يعني راجل. يمكن خد من السابع ليه، من الخامس للسابع يعني، على المانيا. والراجل كان خد ماستر يعني، و يعني يمكن ده كده الكلام اللي موجود عليه على الويكيبيديا زي ما احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي. هو الراجل كان في لندن الألماني، وصل لإيه يعني ساعة من الخامس للسابع على ألمانيا، وخد التامن سنة 41، وأخد الأول في سنة 47. ده كده التفصيل بتاعه. وخد برضه جامد مش طيب، كان بيلعب بالأسود في الدور دوت مع كيرس. احنا كده زي ما احنا شايفين الدور مفيش فيه حاجة، يمكن كيرس عنده بدأ الوزير ضعيف شوية، وهو محقق قوة عليه يعني، مظبط حاله عليه يعني، بمعنى إن هو ضربه بحصان و رخ. يمكن ساعات فكرت طب أنا هنا أكثر دوت، لكن هو هنا ساب البداية. بدأ الوزير عموما مبقاش ضعيف يعني، بدأ يضغط عليه، وبعدين بدأ إن هو خد كذا تيمبو. بعد التيمبوهات دي كسب الدنيا، مش كسب يعني الدور يعني، ان هو يزق بيت الوزير في اي وقت، ممكن يزق بيت الوزير دي في تفاصيل يعني، حتى بيت الوزير بالذات انت ممكن تزقه وتاخد عليه تيمبو يعني مكسب وقت. انا كمان ان هو لما زقه في الموقف ده خد تيمبو من الرخ في موقف مش مربوطه يعني. طبعا ده جاي من الرابطه دي، كانت كبت واحد ما كانش عنده واحد، لان هو لو واحد كان هيطلب رخ وفيل، فهو اجبر ان هو يجي على العمود ده ويقدر في الاخر خالص يتخلص منه. مش بس كده، يبقى هو اللي عنده بيضة ضعيف، بيضة طريف، بيضة ست ملك. دي كده فكرة الايه، مكسب الدور او الادفانتج يعني البسيطة اللي هو خدها. خلاص بعد الادفانتج دي محتاج ان هو يبتدي يعني، خلاص حقق كده ان هو خد بديل ليه، خد بيضة تاني، اصبح كده الموقف اند جيم. رخ وفيل وبيدق ضد رخ وحصان وبيدق، فيل افضل من حصان سنة، بلس كمان ان هو لسه البيضة الوزير او بيضة الملك يعني متأخر، بلس ان هو معاه تفوق في ناحية الوزير يعني. الدور ده كده مكسب. نكمل كام دور بعد كام نقلة بعديه. بدأ خمسة رخ ستة، طلب الرخ، طلب البيدق، زق، طلب تاني، خلاص كده سلم طبعا في الموقف ده، لأن أنت النهاردة عندك في ده أبسط حاجة عندك بيدق تاني موجود. فطبعا بيدقين في إند جيم دور نهاية، خلاص أنت بدأت تطلب الرخ وطلب بيدق الملك، دور خفيف من أدوار بوركيرس.